في فقرة تجارب الأداء لنهار اليوم سنتحدث عن نسخة ألتراك من سيارة فولكسفاجن كادي. هذه السيارة التي أزيح ستار عن الجيل الرابع منها بداية 2015 في مدينة بوزنان ببولونيا، أين كان فريق توتوبسيون حاضراً لهذا الإطلاق. مرحبا بكم الآن على متن سيارة كادي في نسخة الألتراك. الآن رح نكلمكم على أهم المميزات اللي تخلي هذه السيارة تختلف على الفينيسيون العادية. دونك الألتراك كما شفنا لو باك ألتراك في الاكستيريور دو سو فيكول، رح نشوفه أيضا على الانتيريور ابتداء من لا سيناتور ألتراك على لي سياج على المقاعد، وايضا القماش المستعمل يعني يختلف بعض الشيء على النسخه العاديه مع لمسه من الالكونتارا في الجوانب افيك ان مانتيا اللي هو ممتاز جدا. كنا سبق وين مشينا بهذه السياره عده كيلومترات ولقينا الرياحيه ممتازه في هذا المقاعد اللي هما يسون ايضا ريغلابل اونتور اون بروفوندور بيان سور كيما جميع تقريبا كل السيارات. حتى بيان سور لا بوزيسيون ديال لو فولون نقدروا نطلعوا نحبطوا ولا كاريمون نجبدوه لعندنا. الناس اللي تحب لو فولون يكون قريب عندها. دونك سا سي بوغ لي ريغلاج ديال لو سياج، وكما قلنا لكم اي سون تري تري بيان رومبوغي، ولهذا يعطونا واحد الراحه واحد لو مانتيا عندما نكون نقودوا في هذه السياره. نسخة الألتراك تم الكشف عنها في الثلث الأخير من سنة 2015، وبالتحديد خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي، والتي سنخصص لها اليوم في فقرتنا تحليلا خاصا عن ميزاتها تجهيزاتها ونقاط الاختلاف مقارنة بالكادي العادي. ميزات أخرى يتميز بها الألتراك سي بيان هاد لينورم إكران تاكتيل دو 6.5 بوس، يعني في هاد لو سيغمون ديجا لو في دافواغ سو تيب ديكيبمون داخل هاد السيارة يخلينا نروحو لكاريمون سيغمون واحد أخر كيما قلنا، يروحو لو سيغمون دي SUV والسيارات العائلية. دونك أون 6.5 واللي خلينا نستعملوا الهاتف ديالنا بفضل لوبسيون ديال البلوتوث، دونك نقدروا نسينكرونيزيو لو تيليفون ديالنا مع هذا ليكرون مباشره. بيان سور سي ان ليكرون ملتي ميديا اللي فيه لا راديو، فيه بليزيور ريغلاج، اهم شيء هو الاب كونيكت، دونك ابليكاسيون كونيكت. نقدروا نكونيكتيو كاريمون التليفون ديالنا لهذا ليكرون باش نستعملوه بكل اريحيه، و بور ايفيتي ان بيتي بو لي مانيبيولاسيون ديال لو تيليفون اون كونديزون. تختلف نسخة الألتراك من السيارة الفان عن النسخة العادية في كثير من النقاط، حيث تتمتع الواجهة الأمامية بمصد مختلف بعض الشيء مع ألواح لحماية أسفل الهيكل، وتبدو أنيقة بألوان الكروم التي تزين شبكة التبريد مع إمضاء ألتراك للتذكير. نجد ايضا على متن الكادي ألتراك سيستم دو كليماتيزاسيون كوادريزون، يعني رباعي المناطق ورباعي ايضا التحكم. دونك لو كونديكتور لو باساجي يقدروا يريغليو لا تمبيراتور اللي راهم حابينهم، وحتى لي باساجي في لاغيير عندهم في او نيفو دو لا كونسول سنترال ولا لا فان دو لا كونسول سنترال جوست تحت لا كودوار هذايا عندهم لو سيستيم لي سورتي دايغاسيون اوسي بور ريغلي لا تمبيراتور اللي راهم حابينها في هذا لو كليماتيزور ولا لو شوفاج تو سامبلومون. ايضا نلقاو الفعاليه على متن هذا لو كادي بدو بريز يو اس بي اوكسيليير، نلقاو ايضا دو بريز دو 12 فولت
على مستوى الكونسول الوسطي وحتى بالنسبة للمقاعد الخلفية، هكذا يقدروا يستعملوا الوسائل التكنولوجية الحديثة، يقدروا ils peuvent charger utiliser des PC à bord de ce véhicule. Une autre chose ايضا نلقاوها على متن هذا السيارة les espaces de rangement، وكل هذا يعود لومباتمون لطول هذا السيارة اللي نقدروا نقولوا بلي اكثر من السيارات العادية، وايضا محور العجلة، المسافة ما بين محور العجلة الامامية ومحور العجلة الخلفية يلحق 2.68 متر، وكل هذا كنا سبق وين شفناه في لا بريزونطاسيون اكسترن في الفلو ستاتيك، وين شفنا الرحابة عند لي جونو بالنسبة للركاب في المقاعد الخلفية كبيرة واسعة جدا، وايضا كونفور اللي يتسع لاكثر من 900 لتر، وهذا شيء ايجابي. دونك كل هذا الشيء نلقاو بليزيوغ زيسباس دو رونجمون وين نقدروا نخبيو دوزاننا، نخبيو الكوارت ديالنا، ولا واش نحبوا على متن هذا السياره، ابتداء هنا على مستوى يعني هذا المستوى بالتحديد المستوى العلوي لهذا السياره، ان اسباس دو رونجمون اللي يمتد من اليسار حتى لليمين، ونقدروا يقدر يستوعب عده لترات. دونك يكون نقدر نحطو سوا ماناش عارفين انا في نسخه اليوتيليتير يقدروا يستعملوه مهنيا باش يحطوا لي زوتي ديالهم، وحتى بيان سور العائلات يحطوا لي بتي كابا، سي ان بتي رونجمون اون بلوس لهاد السياره، يعني يضاف الى 900 لتر اللي نلقاوها في الصندوق الخلفي. ايضا نلقاو دوتر زيسباس دو رونجمون هنايا على مستوى الكونسول الوسطي ولوحه القياده، ايضا عادي نلقاو بيان سور بوتاغون اللي هي ايضا تمتاز برحابه كبيره، سي بوتاغون اكثر من لا مويان، وكل هذا شيء ايجابي بالنسبه لهذه السياره. يعني هنا دون احتساب دوتر زيسباس دو رونجمون اللي نلقاوهم هنا تحت لا كودواغ ودوتر كومبارتيمون يعني سو لي سياجيتو، وكل هذا يخلو هذه السياره تكون فعاله جدا. الموديل الكومبي يطل بمظهر السيارات الأراضي الوعرة مع تبني السيارة لغة فولكس فاجن المعهودة في التصميم، كما جهزت من الجهتين بأبواب سحب تسهل الدخول إلى السيارة للتمتع بالرحابة التي تمنحها الكادي من خلال أبعادها، حيث يصل طول السيارة إلى 4 أمتار و40 سنتيمتر وعرض يصل إلى 1.79 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 1.82 متر سنتيمتر، ما يجعل سقفها عالي جدا يترك مكانا كافيا لاستغلاله من أجل الأمتعة. نسخة تجارب الأداء لنهار اليوم عبارة عن محرك 2 لتر بقوة 143 حصان، هذا المحرك اللي كلكم تعرفوه، شفتوه على سيارة جولف، شفناه أيضا على سيارة ليون، وأيضا على سيارة أتيكا، تقريبا كل السيارات المسوقة من طرف سوفاك في النسخة نقولوا العليا ديالها تمتاز بهذا المحرك 2 لتر 143 حصان. بالنسبة لهذا النسخة عزم الدوران مقدر ب 320 نيوتن متر، وهذا شيء جد إيجابي، ونلقاوها ابتداء من السرعات الدنيا. فيما يخص علبة السرعات نلقاو علبة يدوية من 6 سرعات بارفيتمون سينكرونيزي مع هذا المحرك، دونك عندنا لو شونجمون دو رابور اللي يندارو اون توت فاسيليتي. المسافة بين محور العجلة الأمامية والخلفية تبقى في حدود 2.68 متر، وهذه نقطة إيجابية تجعل المقصورة رحبة جدا، كما تتمتع بمساحة كبيرة في الصندوق الخلفي تصل إلى 918 لتر دون ثني المقاعد. محرك جد ممتاز أثبت فعاليته على عدة سيارات على غرار لا جولف، أيضا تيغوان، وشفناه أيضا على باسات، على سيارة ليون 2 لتر 143 حصان اللي اكزيست دوبي بليزيور زاني عدة سنوات عند مجمع سوفاك على عدة سيارات، وأثبت جدارته خالي تماما من العيوب. فيما يخص تسارع هذه السيارة من 0 ل 100 كم في الساعة مقدرة بحوالي 9.8 حتى 10 ثواني من 0 ل 100 كم في الساعة، وهذا شيء إيجابي جدا بالنسبة لهذه السيارة. دونك ما عندناش سيارة رياضية ما راحش نحتاجو فاجير 6 سكوند ولا 5 سكوند،
دونك 10 سكوند سي كاريمون دون لي نورم واحسن من سيارات من دوتغ سيتادين رغم انه نفعي ما يحتاج كثير السرعه يعني ليدي برينسيبال صح حقيقه نفعي لكن مع هذا المحرك نلقاو انه يتجاوب معانا وعنده اون فاجير اون اكسيلون بريز حتى في لي مونتي كيما هنا نسيو هنا في منعرجات اللي يدونا لواحد الدشره يقولوا لها مصطاس وجوست ابري عندنا بن حشلاف الا مانيش غلط انا توجوروني في لي اوتور دو بومرداس بعد ما شفتوا لو ستاتيك اللي كان في بودو البحري الان اخترنا لكم هذا المنعرجات ليست بعيده جدا عن الشاطئ اما الجانب الخلفي فيحمل كذلك امضاء الاولتراك على الباب وذراعا لجر المخطورات دون ان ننسى شريط السقف الخاص بالامتعه والذي يتقاسم نفس لون غطاء المرايا الجانبيه التي تاتي بلون رصاصي خاص بنسخه الاولتراك ضف الى ذلك عجلات من 17 بوصه باش نشوفوا بيان سور لو كومبورتمون ديال هذا السياره اللي حتى الان اوني كاريمون ساتيسفي من لا توني دو روت grâce à plusieurs aides à la conduite منها l'aide au démarrage en côte donc خاصه في هذه الاماكن ولا كنكونوا بيان شارجي مع on n'a pas besoin de de tirer le frein à main directement هذا الفيكول يعاونك يتوقف وجيكو ما عندك غير دير لا بريمير ديالك وديماري دونك اون اوتر شوز فيما يخص نظم المساعده على القياده نلقاو لو كروز كونترول دونك ريغولاتور ليميتور دو فيتاس هذا ولا اونسير على كل السيارات دوماج ما كاش ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف هنا فلاوت فلاوت جام دوكو مي يل ريست تري تري يوتيل خاصه عندما نقضيو اون فادير نمشيو مسافات طويله وشي اخر نلقاو النظام لو اس سي دونك لونتي باتيناج لونتي ديراباج اللي تمتاز بهذا السياره انتي بلوكاج دو رو دونك لا بي اس فيما يخص لو سيستيم دو فريناج اللي نلقاوه ا ديسك في لي رو دونك براتيكمون عندنا كامل نظم المساعده على القياده اللي خلوا هذا السياره تبقى محافظه على مسارها ويكون عندها ان اكسيلون كومبورتمون روتي حقيقة أنه لقاو كل الأمور اللي يحتاجها السائق باش يتنعم بواحد الراحة بقيادة آمنة وسلسة دون الحديث أيضا على وسائل الهوائية اللي أصبحت أيضا دونك اون فاجير تري تري امبورطون داخل السيارة وللأسف أنه بعض السيارات المسوقة هنا في الجزائر تحتوي فقط على وسادتين هوائيتين وهذا شيء سلبي لكن البعض الاخر منها وين لقاوها ديزير باغ فرونتو ريدو او جنو يعني لي نورم دو سيكوريتي او ماكسيموم حتى لا قدر الله فاجير سي اون بروتيكسيون سوبليمونتير للسائق وحتى لي باساجي ديالو حقيقه انه لو مارشي الجيريان اصبح تري تري زيكيجون الناس كلها تحب الرفاهيه داخل سياراتها تحب بوكو ديكيبمون تحب متطلبات الامان سي با كوم افون الناس كانت تحب جوست سياره يقضي بها امور ولكن اون فاجير كو لا فواتور اصبح ان اوبجي دو لوكس اصبحش فقط وسيله تنقل لهذا نلقاو بوكو ديكيبمون في السيارات وهكذاك نلقاو توجور دي كريتيك وين يقول لك ان با بيان ايكيبي ما فيهاش بزاف لي زوبسيون مخصوصه هذه مخصوصه هذه وهذا حقهم حق كل جزائري انه يتحصل على سياره حسب الرغبه ديالو سي سكون دوموند بيان سور اوبري دي كونسيسيونير يوفروا نسخ تكون تتميز بون بانوبلي ديكيبمون اللي تتوافق مع لا دوموند دي كليون الجيريان فولون غيني كوير فران ما اوسي لوفيي دو فيتيس ايضا دونك هذا شيء ايضا يخلي هذا النسخه تختلف على النسخه
العادية، وكل هذا يعطينا رفاهية إضافية لهذه السيارة. يلا on va voir un petit peu le comportement routier. Assez parlé de gadgets. نروح نشوفوا نظم المساعدة على القيادة. On va accélérer un petit peu pour voir le véhicule تاعنا كيفاش يستجيب في هذه المنعرجات. On va augmenter un petit peu la vitesse. ناخذوا شوية ريسك على جالكم. مي بيان سير على بالنا بلي هذا الطريق ما ني با تري تري فريكونتي، ما كاش فيها بزاف طوموبيلات. دوكو سي بور سا اون بيرمي كيلكو زاكسيليراسيون باش نشوفوا نشوفوا خاصة لا ديريكسيون سي لي بريسيز. على بالنا بلي لا فورم كوبيك تاع هذه السيارة ما تسمحلناش انه تكون عندنا ايروديناميكية عالية، لكن مع هذا وبعد عدة كيلومترات كنا قطعناها على متن لو كادي اولتراك، لقينا بلي يبقى في مستوى جد عالي من الثبات. دونك لهنا ثوازيام طلعوا فاسيلمون هاد لا مونتي. يلا اون فا غوفير لا ديمونستراسيون باش نشوفوا، اون فا بوستي ان بيتي بو مي هاد الخطره اون برونون لا ديسونت. الو ديريكسيون تري تري بريسيز، فوالا. اي اوسي اون ريبريز لاباس بها، نمشيو دائما بسرعه 70 80 حتى 90 كيلومتر في الساعه بكل سهوله في هذه المنعرجات. يلا نزيدوا اكثر، راح نلحقنا الميال لهنا. ودائما السياره محافظه على توازنها رغم حده المنعرجات. يلا ما ناخذوش بلوس دو ريسك كو سا. راكم شفتوا ا ببري لو كومبورتمون روتي ديال هذا لو كادي اولتراك، لي زيكيبمون اللي مجهز بهم سواء من الجانب الخارجي ولا حتى من الجانب الداخلي. نقول لكم لو تيست درايف ديالكم خلاص درنا تور على هذا السياره، نروحوا الى فقره اخرى. يلا